كما راكم تشوفوا اليوم انا رايحين نعملوا لا داند التركي واللي هو الديك الرومي باللغه العربيه الفصحى. كما راكم تشوفوا هنا هذا الداند هذا يعملناه بمناسبتين، مناسبه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكذلك بمناسبه الاحتفال بثانكسجيفينغ. اذا تابعوني في هذا الفيديو هذه راح نوريكم كيفاش انا رايحين نعملوا هذا التركي هذا او الدندو كما تسموه في هذا الفيديو هذه. اذا باش نبداو نشعل الفرن ديالنا ل 350 فهرنهايت واللي هي 177 سلسيوس، ثم نقطع بصله الى قطع هكذا، ثم نقطع حبة جزر الى قطع هكذا، نقطع غصنين من القرفس سيلري. اذا كما راكم تشوفوا هنا عندي التوابل، في التوابل هادو عندي ملعقة اكل من الملح نحطها هنا، نضيف لها ملعقة اكل من الفلفل الاسود يعني فلفل كحل بلاك بيبر، نضيف لها ملعقتين اكل من تايم هي زعترة باللغة الجزائرية، نضيف لهم ملعقتين اكل من الروزميري واللي هي غوماغان واللي هي اكليل الجبل، نضيف لهم سيج واللي هو سوج بالفرنسية واللي هو باللغة العربية السلامية، وكذلك نضيف ملعقة صغيرة من مبشور الليمون يعني قشور القارص ملعقة صغيرة. هذا هو التايم واللي هو زعترة، هذا سيج واللي هو سوج واللي هو السلامية، اما هذا فهو روزميري واللي هي الغوماغان واللي هي اكليل الجبل. نحرك الكل مع بعض. بعد ما نكونوا نظفنا كامل هذاك الديك الرومي وغسلناه ثم نشفوه كامل بمنشفة المطبخ ونتركوه ينشف. اذا والان بعد ما نشف كل هذا التركي ديالي راح نشف يعني مرش مخ ليس مبتل، الان راح نعمل نحط الخليط التوابل في الداخل. وكذلك نحط التوابل في الفوق. نحط البصل المقطع في الداخل. نحط الجزر المقطع. نحط الكرافس واللي هو سيلوري في الداخل كذلك. بواسطة هذا الخيط هذايا خيط تاع الطبخ ما يتحرقش ما يتقطعش، ثم نربط الرجلين. نحاولوا نضغطوا عليهم. والان راح ندور هذا التركي هكذا من الجهه الثانيه ونضع بقيه التوابل، كذلك من الجهه الثانيه نضع بقيه التوابل كذلك. اذا داخل صحن نحط الزبده ونذوبوها، نذوبوا بالكفايه باش ندهنوا بها هذا التركي. والان راح نحطها داخل الميكروويف باش نذوبها ونرجع لكم. لكي نطيبوا هذا التركي هذا واللي هو الديك الرومي واللي هو لا داند لازم تكون عندكم سنيوه كيما هذه اللي عندها هاد الراك هذايا، نحطوها هنا هكذا. نضع نصف كاس من الخل اي خل عندكم، ونضع كاس من الماء
إذن ثم هكذا كما راكم تشوفوا حطينا هذاك الديكور هنا داخل هاد السنيوة هذه اللي تروح لداخل الأوفن. والآن بعد ما ذوبت هذيك الزبدة يعني بعد ما ذابت، الآن راح ندهن كل هذاك التركي، راح ندهنه كله بالزبدة أو بالزيت إذا ما عندكمش الزبدة، ندهن من كل الأطراف كذلك. هنا في الداخل راح ندخل يدي بصبعي، نضع الزبدة هنا بين اللحم والجلدة هذه. أما بالنسبة لهذا الأجنحة هذو راح نحطهم هنا كما كنتم تشوفوا هكذا، نحطهم تحت الصدر هكذا، نعمل الجهة الثانية هكذا، نفدوهم قليل منا ونقلبوهم من هذا الشكل هكذا. في بعض الناس اللي يستعملوا الساشيات هدوية تاع الكوشة، في بعض الناس يستعملوهم يعني تحطوا هاد التركي هدايا اللي هو ديك الرومي هذا تحطوه لداخل وتطيبوه لمدة ساعة، من بعد تنحوه تزيدوا تعودوا تطيبوه لمدة ساعة واحدة أخرى بلا هاد الساشي هذا. وفي بعض الناس ما يطيبوهش هكذا كما أنا ما حش نطيبوه هكذا، أنا راح نغطوه بالفطل الألمنيوم، نحاولوا نغطوه كيفاش ما يكونش مزير على هذاك التركي يعني هكذا فقط غلاف برك. والآن نحطه داخل الفرن في الأسفل كامل ونخلوه يطيب لمدة ساعة، من بعد ساعة راح نحلو هاد البابي ألومينوم هذا، إذن بعد ساعة إن شاء الله راح ننتقله. إذن والآن مرة من الوقت مدة ساعة يعني عنده ساعة وهو يطبخ هنايا، الآن أنا رايحين نحلو هاد الفويل هدايا يعني هذا البابي ألومنيوم هذا، ونزيد ندير له شويه القليل من الزبده من الفوق، فقط القليل يعني لكي يتحمر جيدا. راح نزيد نخليه يطبخ لمده ساعه ونصف، بعد ما يطبخ راح نرجع لكم ان شاء الله. طاب التركي ديالنا. اذا باش نعرفوا بلي راه طيب جيدا لازم لكم الثيرموميتر يعني هذا تقيس التمبيراتور باش هكذايا نعرفوا ولا هاد التركي هذا راه طاب لداخل. لازم تكون درجه الحراره تاعو 180، ولازم ندخلوها هنا في هاد الفخذ هذايا في هاد الجهه هذه وين قريبه للعظم، لانه هاد الجهه هذه اللي فيها بزاف اللحم. كذلك تقدروا تستعملوا هاد ديجيتال ثيرموميتر، إذا كيما راكم تشوفوا راهي 180 هنا. هاد الدندو هذا راه طاب، نوريه لكم في طبق التقديم. بالنسبة لهاد لاصوص وين طاب هذاك الديك الرومي، راح نوري لكم طريقة عمل الجريبي بها، يعني طريقة عمل لاصوص. راح نحو هذه، ننزع هذه، نحركوها جيدا، نعمرو واحد على أربعة كأس، يعني هكذا واحد على أربعة كأس من هاد لاصوص هادي وين طاب هذاك التركي يعني الديك الرومي. واحد على أربعة كأس هي 50 ملي، يعني راح نحطوها داخل كسرونة عادية. راح نضيفلو واحد على أربعة كأس من الفرينة يعني 50 ملي، نفس الشيء من الفرينة، تقريبا ملعقتين من الفرينة. الفرينة هي فلاور. نضيف كأسين من الماء، الكأس الأول الكأس الثاني، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود يعني بلاك بيبر، الفلفل الكحل، نصف ملعقة صغيرة من الملح. نحرك الكل مع بعض ونحطهم على النار متوسطة، نحركوا فيه حتى يتقل يعني حتى يرجع ثقيل هكذا كما راكم تشوفوا فيها، راهي تقالت يعني راهي رجعت ثقيله شويه. الان راح نحوها من فوق النار،
مي هكذا، لانه لو كان نخلوها راح تزيد تثقل اكثر. وهاد لاصوص هادية نحطوها فوق البطاطا لا بيوري يعني ماشت بوتيتوز، او فوق التركي يعني هو الديك الرومي، ولا حتى يعني الستاك ولا اي شيء. نحمروها هنا صوص رائعة جدا. هذا هو الدند ديال النار كما راكم تشوفوا فيه، كما رانا طيبناه جا يعني روعة. وراح نفتحه لكم باش تشوفوا لداخل الجوب اللي كم داخل، ما جاش ناشف، جا يعني يجي معمر بالجوب، ماني شافه ولا راكم تشوفوا جيدا. هذه هذيك جريفي اللي خدمنا، يعني الصوص تاع هذاك الزيت اللي طيبناه فيه هذاك تركي. المناسبة هذه نقول لكم ان شاء الله ينعاد عليكم من مولد نبوي شريف بخير. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الكيفيه تاع اليوم. عجبتكم ما عليكم غير تشاركوا في القناه تاعي، ديروا جيم لهذا الفيديو هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.